فيلم أكشن في بغداد، طبعاً أبطاله يعني جميل جداً. تنتقل الأفلام والدراما والسينما إلى العراق وإلى بغداد. راح يكون أكو تصوير لفيلم من برونس ويليس وأحمد السقا. هذا الخبر انتشر يوم أمس بمواقع التواصل الاجتماعي، وخبر يضم الفنانين الكبار بفيلم واحد يجمعهم في أرض العراق، أرض بغداد. طبعا يعني سيكون في الفيلم يعني أكشن مثير، سيتم تصويره في بغداد التي ستكون حديث العالم مطلع العام المقبل في أضخم إنتاج سينمائي بالشرق الأوسط. طبعا تكلفة الفيلم أو إنتاج الفيلم راح يكون 30 مليون دولار. هذه كانت تكلفة الفيلم اللي راح يعرض واللي راح يصور في بغداد. طبعا كادر العمل والكاستنج اللي راح يجون لبغداد هم فنانين عراقيين راح يكونوا موجودين، وتكون المساعدة من المواهب والمواهب اللي موجودة بالعراق بهذا الفيلم. يعني راح يكون تعاون كبير يضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومخرجين وكادر وكاستنج وغيرها. فكانت اكو تعليقات على هذا الموضوع، خلونا نشوف اول تعليق من موسى. موسى يقول، خلونا نشوف تعليق موسى. موسى رحيم يقول اكيد راح يبثون صورة سلبية لبغداد بفيلم بصورة مباشرة او غير مباشرة. هذه كانت تعليقات. طبعا انقسمت التعليقات بين مؤيدين لحضور او لتصوير هيجي فيلم ببغداد، واكو ناس كانت معارضة لوجود هيجي افلام وهيجي تصوير. لكن الفيلم لحد الان السيناريو مالته غير محدد وغير معلن، واصلا ماكو تسريبات للسيناريو اللي راح يصير لهذا الفيلم. كان اكو تعليق ثاني، خلونا نشوف التعليق الثاني من علي السامي. والله ما ينفرح بهاي الاعمال، لان راح يطلعون بغداد عباره عن خراب ومدينه حروب، ابدا لن يكون لها وجه مشرق كما في الافلام السابقه. هذا كان تعليق ثاني للفيلم السينمائي الذي سيصور في بغداد، وكان اكيد اكو معارضين كثير لهذا الموضوع، لان في نظر الجمهور انه راح تكون بغداد بهذا الفيلم هي صوره خراب، ورساله انه بغداد فيها خراب وصوره سيئه توصل للعالم. لكن ارجع واقول لحد الان ما نعرف شنو سيناريو الفيلم، احنا ننتظر السيناريو حتى نشوف يتحدث عن شنو، والابطال مالته احنا عرفناهم لكن السيناريو مجهول الى غايه.